مانجة إسماعيل أحلى مانجة. يا سلام، الله يرحمه يا رب، قريبي العزيز وزوج بنت خالتي العزيزة جدا مهندس أسامة نور الدين، كان يحب المانجا حب رهيب جدا، فكان عنده زي شاليه ظريف لطيف جميل كده في أبو سلطان في فايد في إسماعيلية، فخدنا جولة في أقدم مزرعة مانجا فيك يا إسماعيلية. هو كان يحب الناس والناس تحبه جدا، الله يرحمك يا أبي أسامة والله العظيم. وعرفنا بقى على صاحب المزرعة، قعد يفرجنا وقال الشجرة دي عمرها كذا وبتاع وحاجات كده. وبعدين اكتشف من صاحب المزرعة ان مصر بتزرع فصايل مانجا من اجود الفصايل على مستوى العالم، وسمعتنا زي الطبل. اسماعيلية المدينة الاشهر في زراعة المانجا. بالمناسبة اسماعيلية دي بلد حلوة قوي قوي، ما عشتش فيها على قد ما قعدت ازورها كل سنه لمده لا تقل عن شهر في بيت بقى خالي، معلش الحديث هنا اسري حد، خالي المهندس عبد الوهاب، ربنا يا رب يديله الصحه، ربنا يديك الصحه يا خاله، وحشني. واشرب ميه كتير يا خاله، هقول لكم ليه بعدين. فكان خالي بيدير مصنع مشهور جدا، يعني كان المصنع ده وقتها في اسماعيليه مصنع حاجات ساقعه يعني مشروبات كده. فكنا لازم نروح اسماعيليه ونقعد نتفرج عليها وعلى شوارعها وعلى بيوتها وعلى خضرها وعلى جمالها. المانجا بتتزرع في اسماعيليه على اكتر من 88 الف فدان، اللهم صل على النبي. الفاكهه الالذ الاطعم الاكثر حبا في قلوب المصريين، اللي عاوز يكرم صاحبه ولا قريبه بيقدم له عصير مانجا لما يجي له البيت. عندنا حاجة اسمها مهرجان المانجا في المحافظة، في محافظة اسماعيلية. طيب مهرجان مانجا يبقى لازم نروح. فياخد برنامج التاسعة نفسه بكاميراته وزملائه وأصدقائه ويعدوا على الإسماعيلية ويغطوا مهرجان المانجا. آسف ما قلت مهرجان، يغطوا مزارع، يتفرجوا ويفرجونا على مزارع المانجا. اتفرج وخليك فخور بهذا المحصول الرائع اللي بتخرجه الاسماعيليه، المحصول اللي ليه سمعه زي الطبل في العالم. بالمناسبه زي ما احنا المحصول بتاع العنب المصري بتاعنا حاجه عظمه، زي ما محصول الموالح بتاعنا احنا احسن ناس تصدر برتقال في اوروبا، سبقنا الاسبان. اتفرج على التقرير وارجع قول لي رايك. الحقيقه معالي الوزير محافظ معالية السيد اللواء أركان حرب الشريف فهم بشارة كان صاحب فكره مبدعه ان هو يعمل مهرجان مانجو في اسماعيليه. مهرجان مانجو ده يوم ان شاء الله 19 و20 اغسطس، مشترك فيه جميع منتجي المانجا الكبار على مستوى مدينه اسماعيليه عشان دون يزود تسويق المانجا في اسماعيليه، لان فعلا المانجو في اسماعيليه مميزه، بيكون حجمه اكبر وشكله احسن ولكن طعمه بيكون مختلف تماما، او طعم مانجا عويس اسماعيليه بيكون مختلف تماما عن المانجو الثاني، وهكذا جميع الاصناف البلديه اللي احنا بنتميز بيها سواء الزبده او السكري والحاجات دي. اسماعيليه طبعا ارض زي ما كلنا عارفين، ارض خصبه رمليه، المانجا عندنا 88 الف فدان بمحافظه اسماعيليه للمانجا، تجود من اجود انواع المانجا في الجمهوريه ويمكن مش عاوز اقول في العالم، عندنا اجود انواع وانواع كثيره جدا تغزو العالم بالخارج، عندنا انواع كثيره جدا، عندنا لا تعد ولا تحصى، ويمكن العالم كله بيعرف المانجا باسم اسماعيليه من الجوده والطعم. كمان عندنا جهاز فني من اجود انواع المهندسين عندنا في محافظه اسماعيليه في الرعايه، عندنا مزارع شاطر جدا بيتبع التعليمات ومجتهد جدا، بنشوف في اسماعيليه انواع جميله جدا مش موجوده في العالم بالخارج. بتجيلنا تعليمات طبعا من وزاره الزراعه، تجيلنا عن طريق مديريه الزراعه باداراتها وتتوزع على الجامعات الزراعيه، عندنا دور ارشاد عظيم جدا، عندنا اداره البساتين، اداره المكافحه، بينزلوا الجهاز الفني لتوعية السادة المزارعين. بسم الله ما شاء الله بنشوف النتيجة النهاردة على أرض الواقع، إنتاج مثمر عظيم جدا يغزو المحافظة ويغزو الجمهورية والعالم بره هذا العام إن شاء الله. المناخ في محافظة إسماعيلية ملائم ومناسب لشارة المانجا، فشارة المانجا بتنمو وبتنتج إنتاج، يعني إنتاج عالي في إسماعيلية،
لأن التربة والمناخ والمية النظيفة بتاعت الري بتاعت مية النيل ده كله بيساعد على نمو المانجا، فمعتمدين اعتماد كلي على المانجا بالنسبة لمحافظة إسماعيلية.